رغم تقليص عدد التحويلات للعلاج نحو الخارج بنسبة 90% خلال العشر سنوات الأخيرة، غير أن التحويلات إلى الخارج من أجل عمليات زراعة الكبد تبقى مرتفعة، إذ أحصى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 29 مريضاً تم تحويلهم للخارج لإجراء عملية زراعة الكبد. نشير إلى تقليص le transfert des malades à l'étranger بأكثر من 90% في العشر سنوات الأخيرة، وبقى زرع الكبد للأطفال أهم وأكثر عدد تاع ترانسفير تاع لي مالاد ا ليترونجي. هذه استراتيجية عملنا بها ما بين وزارة الصحة ووزارة الضمان الاجتماعي لتكون شراكة متينة لطويل الأبد. شراكات أبرمت بين صندوق الضمان الاجتماعي، وزارة الصحة، وعدد من العيادات البلجيكية للتكفل بعمليات زراعة الكبد لدى الأطفال، على أن يتم الانطلاق حالياً في عملية تكوين الأخصائيين بالجزائر. الأخصائيات التي أعطيت منذ 4 سنوات هناك 28 مريض اللي قمنا به، سنحاول من أننا نواصل ونكون في نفس الوقت المهنيين في هذا المجال. التكوين سينطلق عن طريق بعد ما نقوم الحوصلة في هذه الشراكة، نحاول أننا كما قال معالي وزير الصحة والسكان ومعالي وزير التشغيل إلى إنشاء وحدة وطنية للزرع. اليوم نحن نقوم بتكوين المهارات وتكوين العنصر البشري. عمليات تكوين جراحي الأطفال وتوفير المعدات والأدوية الخاصة بعمليات زراعة الكبد من شأنها أن تقلص من قائمة الانتظار الطويلة ليستفيد المرضى من العلاج بالجزائر.